في سياق الدورة الأولى من مؤتمر المحطات المينائية للحاويات في القارة الإفريقية، التأم ممثلو السلطات المينائية ورجال الصناعة والفاعلين في مجال النقل البحري واللوجستيك بإفريقيا والعالم هنا بطنجة، المتدخلون في هذا اللقاء الدولي المنعقد للمرة الأولى بطنجة بالمغرب، أبرزوا أهمية التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التجارة والنقل واللوجستيك بين مختلف الفاعلين في المجال. من جانبه، أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أن قطاع النقل واللوجستيك يكتسي أهمية كبرى في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية. هذا منتدى تخص القارة الإفريقية، كاينين منتدات أخرين في آسيا، في أوروبا، وأيضا في أمريكا وفي الشرق الأوسط. هنا شاركوا تقريبا أكثر من 30 دولة، منها تقريبا 20 دولة من القارة الإفريقية. الهدف هو تبادل الخبرات ويعني بناء رؤية مستقبلية للوجستيك المينائية في القارة الإفريقية. ويعد هذا المؤتمر لقاء دولي للمحطات المينائية واللوجستيكية، حيث يعرف مشاركة ممثلين عن 39 بلدا، من بينهم 20 بلدا من إفريقيا وممثلين عن 22 سلطة مينائية، إلى جانب حوالي 50 فاعلا مينائيا وصناعيا وأكثر من 40 متحدثا دوليا. والهدف تبادل الممارسات الفضلى واستعراض وضعية القطاع على مستوى القارة الإفريقية.